السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا ابسون L810، هنتعلم ازاي ننضف رأس الطابعة بحاجات سهلة وبسيطة موجودة في المنزل. الأدوات المستخدمة: علبة فاضية أو كوب فاضي قديم، منشكش واحد متظبط والتاني الهول بتاعه واسع ونشاف، ومية حار. ولو في إضافة محلول هيكون أفضل إذا وجد. نتابع مع بعض خطوة بخطوة طريقة التنظيف بكل سهولة. طبعا بتسكت حلوة. نجيب النشاف نطبقه بقى حلوة كده الطبعة الجميلة. أول حاجة نحرر الهيد، في عامل ترس داخلي بندوره ونحرر الهيد. شكل جميل النشاف بتاعك، النشاف اللذيذ. بنحطه تحت الهيد كده، نجيب الهيد عليه كده، سياسة التزريق. ملمش نفرد تاني، نحاول ان احنا نصور المنديل شوية بحيث انه ينزل تحت الهيد. نرفع الهيد سنة بسيطة واحنا نمرر المنديل. المكان الفاضي عشان تديني إتاحة للعمل. وفي بعضهم بفك محتاج تفك الكفر، بتفكه عادي مفيش مشكلة. المسمار طلع كفر لسه الحمام. اتفضل وضع علامة عشان نعرف نرجع الخراطيم مكانها. خراطيمك، حرر البندات، من الأمام كده فيها سنة كده ايه زي كليكس، هيطلع معايا ويسحب من الماسورة يطلع معانا الكليبس اللي بتضغط عليه ونرفع لفوق. نبص على الكرتجات طبعا ناشفة لسه فترة طويلة. أرس الطبع قدامي اهو، منجيكش اللي صممناه لعملية الحط.
ناخد الحلول نضيف فيه شوية مية حار خدنا مية حار مع شوية مخلول مية حار نشبكها في الفوهة بالراحة عشان ما نأذيش الفوهة ونضغط بسم الله تحت سلكت معانا اوكي اول واحدة ننزل مشويش خالص عشان ما نبوظش الهيد والفتحات ما تفتحش على بعضها من الداخل المواسير ما تبوظش من الداخل نضغط نوزع المية على الفتحات المحلول نرجع الهواء نضغط بالروحة نحب نحس بانسياب وتدفق المحلول نبدأ نسحب مية الحار مع المحلول بينظف أي رواسب موجودة في رأس الطبق انتهينا من عملية التنظيف التدفق نحاول ناخد الماية الزيادة اللي نزلت في اليد بحيث ان هي ما توصلش للبرد نحافظ على بردة اليد ناخد الماية سربت نشفها ده أول مرحلة، المرحلة الثانية هنجيب الكوب الثاني الفايز انجكشن اللي احنا صممناه ونجيب آلة الكبر بتاعتنا نظبطها شكلها مناسب نجيب ترتيبها الترتيب ده هنعلقها بس كده نسحب مية جميلة أول واحدة نحط الانجكشن نشوف المواسير تسحب معايا نتأكد إن الخزان في حبر نبدأ نسحب نشوف عملية سهلة ولا في مواسير فيها انسدادات مواسير فيها انسدادات هنفضي الخزانات نحط فيها مية حار ونسحب كل الرواسب اللي موجودة في الخزانات يعني كده هنا السحب في انسداد هنا فيها انسداد أول واحدة فيها انسداد الثانية تسحب بشكل كويس عند اللون الأزرق ثالثة تسحب بشكل انسيابي أخير رابعة فاضية طبعا اهي احنا بنضغط الكريبسة ونسحب سحبت معايا بشكل انسيابي يبقى
خزان تمام. الماسوره نضيف مفيهاش اي حاجه. اللون الاسود اوكي. وانا عندي امتداد في الماسوره بتاعت اللون الازرق. نرجع كل الحاجات الحلوة دي اللي ظبطت معايا. ما عدا اللون اللي هو سن تنظيف المجرى الماسورة بتاعتي. نضغط ونسمع ضغطة الكليكسة ان هي رجت الشكل الصحيح. كل واحدة في مكانها مظبوط. اتفضل عندي اللون الازرق. نقفل طبيعتنا الحلوة. تعالى اللون الازرق. عندي انا اصفر مع اصفر. بلاك اسود ال سي ال ام ام. بعدين اللون الازرق. الازرق طبعا احنا هناخده الاول شكل مايل. نسحب كل اللي فيه. هو كتير في السحب. ده اللي مخليني عايز انضف المصروف. نشوف كل حاجه في الخزان. نشوف كله. دي اامن طريقه. عندك طريقه ممكن اسهل طريقه كمان. نجيب المايه بتاعتنا نضفها في الخزان. مجرد ما تحط الماء السخنة هيبدأ يسحب معاك بكل سهولة. ده عملية غسيل. هيبدأ يسحب معايا بسرعة. بعد كل اللي احنا ضخناه هنسحبه لحد ما البنداية تفضى خالص وتتوضى معايا. نسحب كل الهواء. المية اللي احنا حطيناها في الخزان بدأت تتوضى معايا اهو. كل المية نسحبها. هذا يطلع لي رغاوي. اسحب يا جميل. طبيها خالص. كل ده يتسحب بره. تمام. هنيجي نجيب حبات تاني. نجيب حبرنا الجميل الأزرق.
وعبي يا ريس. البين بتاعنا ونيجي تاني نسحب اللون واي هوا يتسحب هذا يجيب معايا اللون. اوكي خلصنا ولا لا؟ لسه ما خلصناش. هننضف علبتنا الحلوة رجعها مكانها. تأكد مواسيرك على العلامة اللي انت علمتها. مشمع تمام. كفر بتاعك تأكد كله متبيت. كله متبيت كويس. نضغط عليهم في السيستم ماسكاهم. اسس النظافة اهم حاجة. اسس النظافة انت سلم شغلك نضيف. خليش اي تسريبات تيجي على البخارات عشان متعرفش الفوارق في الطبيعة. طيب خلصنا. لس ركب مسمارك الجميل. هات الهد الرايق ده بالراحة خالص أقصى اليسار. تمسك حرف النشاف وتطلع النشاف كله سليم معاك عشان ما تسيبش أي بقايا تحت في البقرات او تحت الهيد. حاول تطلعه كله سليم غير ما تسيب اي زيادات. تتأكد تمام في بقايا مية تتنشف. الخطوات بالظبط كده بعملية انسيابية خالص. تلاقي الامور سهلة معاك عشان تحافظ على بردتك. لو مش هتقدر ان انت تنفذ الخطوات دي تحافظ على طبيعتك تبقى توديها لمتخصص عشان البردات ما تتأثرش ولا اللوح الكهربائية تتأثر بأي عملية تنظيف. ده كله المية الموجودة. طبعا لسه ما خلصناش. اول هام يا اما تسيبها ساعة غير ما تشغلها او على اسرع عشان ده كله ينشف. هنستخدم فشوار حار بحيث هننجز عملية التنشيف. نفس اي حاجة من عملية التنظيف اي مية من المكنين من اي حاجة تبدا ان احنا نفسها بالاستشوار الكثيرة.
بتاعك يطلع ابيض ابيض يا ورد. ماشي يا ورد، خلصنا. يا سيدي خلصنا كده، خلصنا عملية التنظيف. هو كده بقى معاك خش على مرحلة الكمبيوتر او الطبعة، لو كان فيها شاشة تبدأ تعمل عملية صح تنظيف للكمبيوتر، وتطلع الريبورت بتاعك، تبدأ تتابع الطبعة بتاعتك وتشوف مستوى التنظيف ظبط معاك. نشغل طابعتنا الجميلة. نتعرف على عملية التنظيف من الطابعة نفسها من الكمبيوتر. دي بس دي طبعا داخلي. هات لي ورقة صور كده حلوة زيك، شوية تمسيح بس. ايه قلبك تشتغل، تعمل تنظيف اوتوماتيك لوحدها. هندخل على الضبط، ادخل يا جميل على Maintenance. Okay. And هنا هيد كلين. كده دلوقتي عشان لسه مشغلها وعملها عملية تنظيف بتعمل كلين اوتوماتيك. عملتها كلين تاني. Starting up. Reset. هي اوريدي شغالة في الكلين. طيب طلع ريبورت. مش هتديك الريبورت بتاعها مظبوط، لازم تعمل لها عملية تنظيف من الكمبيوتر. نخلص هنا كده، تعرفنا على عملية التنظيف من طبعا ازاي. تمام، نقدر تشيك. اوكي، لو اديت واحدة ستارت هيديك نزل الشيك اللي هو السطور اللي بتطلع عشان تشوف في فراغات ولا مفيش فراغات. قبل ما نعمل الكلام ده نروح للكمبيوتر ونبدأ العمل عليه. تعالى على الكمبيوتر يا جميل، وتدخل على لوحة التحكم كده، عرض أجهزة الطبعات، دي الطبعة بتاعتي، كليك يمين توفيرات الطباعة، افتح الاوبشن، خش على الصيانة، اديها واحدة سترونج، بدء، تنظيف كهربي. بعد ما نخلص تنظيف كهربي تطبع تيست ونشوف صفحة الفحص.
خلصت يا جميل، اديها اناء اديني واحدة فحص تباع عشان نشوف فراغات. اوكي يطبع تشيك نشوف النتيجة. بسم الله كده كله اوكي، تم التنظيف بسلامة الله. بدينا انتهى الفيديو بتاعنا، توفيق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.